هناك النار عنا يرحلوا عنا. احنا هيك مش عايشين في امان، احنا عايشين في حصار. احنا لو متنا احسن، انا لو متت وما شفتش الحياه اللي بتصير فينا نتكسل. احنا ما نشوفش الا الموت والاصابات والجرحى. بطلع على التلفزيون ما لقيش الا تشييع جنازات ولا قصف ولا دبابات. ما لقيت برامج اتسلى عليها، ما لقيت صور متحركه، ما لقيت برامج اتعلم منها. كل تشييع جنازات ودبابات، قصف دبابات وطيارات. ليش بيسووا فينا هيك الشعب الاسرائيلي؟